أنا فيصل بن قربة من كوفة شروم. لا يا أبو شوق، مرحبا يا فيصل. الله يبقيك، صباحكم الله بالخير. يلا حيه، حياك الله وأبقاك. كيف حالك يا فيصل؟ جمل حالك. إيش التدشين الجميل هذا يا فيصل؟ الله يطول عمرك. ألف 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 مبروك التدشين. الله يبارك فيك يطول عمرك يا أبو شوق. ولعله إن شاء الله بكورة الأعمال حقتك بإذن الله. بإذن الله فيصل. سم حبيبي. يقول ذوك جرح وذوك خيط وذوك إبرة، شفني مسلمك الأمر أنت وضميرك. الله الله، جيت لك ما عاد لي بالحال دبرة، لن ما يقدر يخيط الجرح غيرك. الله الله، صح لسان. مبروك يا فيصل. الله يبارك فيك يطول عمرك أبو شوق. والحمد لله، هذا هم صراحة من بداية البرنامج ولكنها نزاح اليوم الحمد لله. تشكر مين يا فيصل؟ أشكر أخوياي اللي وقفوا معي صراحة متسابقين، كانوا معي جميعا قلبا وقالبا، حتى بابتسامة وبكلمة. جميل. وأشكر فريق الدعم للأمانة، يعني أنا أقدم أشياء بسيطة هنا، هم اللي يشتغلون من وراي. الله يعطيهم العافية. نعم. وأشكر اليوم إيش اسمه، يعني أسر، مو بالأسر منتجع، عفوا المتاجر اللي كانت معنا. جميل. بنعلن عليهم إن شاء الله بعدين، أنا نسيت أعلن عليهم. جميل. وأشكر الجميع، وأشكر قناة بداية. هم قالوا لي ليش ما تدشن في المعرض قبل، قلت أنا أصلا ما مداني، لكن أنا بدشن في أكبر معرض في الشرق الأوسط اللي هي قناة بداية. جميل. نعم. بس هذه اللي عندي طلب. طيب فيصل، هذه تجربة جديدة، أنت متسابق، أخرجت ديوانك في البرنامج. الحمد لله. فهذا كان هم، أنت هنا في البرنامج تقدم في ريالتي، وفي فريق معك الله يعطيهم العافية شغالين خلف الكواليس. صحيح. ويروحون المطابع ويرخصون وزارة الإعلام. نعم صحيح. فأشكر الجميع، وأشكر حاتم الشهري كان علمني بعض الأشياء ووضح لي بعض الأشياء، يستاهل الشكر. وأشكر أستاذ أشرف للأمانة، كان يعني الله الله. وشو كان؟ والله أني ما أدري وش شغلته بالضبط، لكن أشكره. يعطيه العافية. وحاتم اشتغل معك ظهر البدايات، أبو إياد يعطيه العافية. نعم. ويستاهل. حاتم الشهري الله يبيض وجهه أبو إياد. يعطيه العافية. فيصل ألف ألف مبروك التدشين، ومعك ياسر عباس. أنت مبدع. مرحبا ياسر. من الآخر. من الآخر، اللي دعم عندك طال عمرك. أنت مبدع من الآخر، وجمهورك فيك يتفاخر. كيف بس؟ الله عليك. لا لا، أنت مبدع، بيض الله وجهك. مبدع جميل. وما شاء الله تبارك الرحمن، يعني أنت يعني على قولتهم شاعر عذب، وشاعر كلمة، وشاعر معنى. الله يرضى قدرك. وبس أبي كتابك بتوقيعك طال عمرك. الآن أنا مجهزة صراحة. بيض وجهك أبو عبد الله. طيب فيصل. الله يسعدك. فيصل اليوم بعطيك شطر حلو. احنا اول مره تكلمنا عن يلي زعلت، قال بقايا ورد ولا ما قال؟ والثانيه وش هي فيصل؟ الثانيه وش؟ اعطيتها بيت انت كامل. اعطيتك بيت. البيت ردت عليك انا، وردوا عليك بعض الشباب بعد ترى. ايه انا ما اذكر ردك، لكن بشوفها من اليوتيوب ان شاء الله باذن الله. وبعطيك الان مطلع حلو، ولا بخيرك. ياسر يقول عطنا بيت او بيتين مطلعها بقايا ورد كذا، مطلعها ولا خاتمتها ولا قافيتها بقايا ورد. بقايا ورد. وانا اقول لك اقسى من شعور الالم. اقسى من شعور الالم. الالم. صدق تجي بيت اقسى من شعور الالم بقايا؟ لا ما تجي. لا مره استعجلت. مره تجي. ياسر ابو شوق، سم ايش رايكم بجيب الكلمتين هذه المفردتين هذه في بيتين؟ كفو روح. كفو. مع بعض بربطها، او طيب. بجيب هذه في بيتين وبجيب هذه في بيتين، اللي تبيه فيصل. تبيها الان ولا متى تبيها؟ على مهلك فيصل، ابغى ابداعك. انا الاصل الفكره اللي بيني وبينك انه كل مره اقدم انا تكون اعطيك بيتين او بيت او مطلع او موضوع وترد علي. واسمح لي فيصل اني اشكر الجمهور العظيم اللي تفاعل مع هالابيات. نعم. وصراحه في مجموعه شعراء وشاعرات انا رتوت لبعضهم، وبعضهم ما مدان يقرا ابياتهم. هذا الهدف يا ابو شوق. في ابداع غير عادي. يمكن في الحلقة الجاية بحاول أجمع مجموعة من الأبيات اللي وصلت لي في المجارات القديمة، مجارتين القديمة وهذه، فهذا شيء غير عادي. طريقتك هذه يا أبو شوق، أنت تدعم الشعر والشعراء وتحرك مشاعر الناس للأمانة. يعني هذه مبادرة تحسب لك أبو شوق. طيب. مو أنا اللي أرد عليك الحالي، حتى أخوياك اكتشفت فيه مشاعر. صادق. شفت غير ذلك الجمهور. شفت صالح والشمراني والشهراني. نعم. وشفت يمكن سرور كتب بعد. صحيح. وانت كله الجميع، غير ذلك الجمهور اللي صار يكتب. يعني احنا صراحه صرنا نفتقد ثقافه الشعر
في أكثر المجتمع يعني ما يطلع شعر إلا واحد اثنين ثلاثة. هل اللي بيجميع الناس شعار؟ كل الناس تملك مشاعر لكن ما لقت ما قدرت تعبر عن مشاعرها. جميل. أجل المطلع أقسى من شعور الألم أو أقسى من شعور الألم. أقسى من شعور الألم. واللي عند ياسر بقايا ورد ثواني ياسر يقول جفاف في بداية أنا أبغى مطلع القصيدة أقسى من شعور الألم. واجبها تنتهي بإذن الله. بيض الله وجهك يا فيصل يعطيك العافية. خدم لزم. شكرا لك يا حبيبي وألف ألف ألف مبروك. بس سؤال. لبيه. أبغى أشتري الكتاب ده من ألقاه؟ في بوكس كوم. موقع هذا. نعم. لما أشتريه من بوكس. للمعلومية أبو شوق ترى الآن عليه تخفيضات من المعرض الكتاب العالمي أتوقع الفترة هذه. أيوة. مدة ثلاثة أيام اليوم وبكرة وبعده. صادق اليوم العالمي للكتاب. اليوم العالمي للكتاب في الفترة هذه فيها تخفيضات اليوم وبكرة وبعده. الرابط في حساباتي يا أبو شوق رابط الكتاب يعني في حساباتي اللي يقدر يبيه يعني يقدر يطلبه من. من بوكس كوم يطلبه يوصلون البيت في أي منطقة في. يوصلون في جميع أنحاء العالم. شكرا لك يا حبيبي. حبيبي معك علي الكاظمي. عطني إياه.